الفنيات. دكتور وليد يعني كان واقف بشكل كبير جدا في عملية التجنيس وهروب اللاعبين لقطر ولبعض الدول، وان القصة دي صعبة، ولكن يعني صعب الوقوف قدامها، صعب يعني طبعا القصة. يعني انا عندي وجهة نظر ان الامور معقدة جدا. انت النهاردة بطل عالم، ممكن في يوم تعمل كده؟ هقول لحضرتك حاجة. هو طبعا الحاجة دي بالذات عندي بالنسبة لي أنا بشبهها بحاجة زي الأب والأم، الدولة زي والد والدتي مثلا. أنا في واحد ما بيخلفش وغني جدا، وأنا والد والدتي على قدهم، أكيد ما ينفعش إن أنا أسيبهم وأروح للتاني، لازم أقف مع والد والدتي وأساعدهم يعني على قد ما أنا قادر، يعني هم على قد ما هم بيقدروا بيدوني، فأنا لازم أستفيد من كده وأحاول أجتهد عشان أخليهم أحسن من كده بكتير. شايف ان انت برضو وانت في بطولة عالم وبتاخد بطولة عالم او اولمبياد، ودي والازمة اللي عشناها مع ابطالنا كلهم، تيجي النهاردة بطل عالم صاحبك بتتمرن معاه في معسكر بره يقول لك انا عندي الميدالية بكذا، تحس ان انت ان احنا عندنا الميدالية بكذا، بتبقى زعلان؟ لا طبعا هقول لحضرتك، هو على قد ما البلد بتقدر بيدوني هما، لو كان في اكتر من كده كنت هاخد. تمام، دي حاجه. تاني حاجه انا مش بفكر فيها من منطقه الفلوس اكتر ما بفكر ان انا نفسي اعمل حاجه للبلد دي، نفسي ان انا ارفع علامه بره. ما لو بفكر في الفلوس او زميلنا بيفكر في فلوس، كان زماننا من واحنا صغيرين لعبنا كوره، كان زماننا سافرنا بره، كان زماننا عملنا. بس احنا كل اللي نفسنا فيه ان احنا فعلا عايزين البلد دي، عايزين نعمل حاجه ليها، عايزين في يوم من الايام لما حد يجي يقول في الرياضه لا كان في ايهاب عبد الرحمن، كان في مصطفى جمال، كان في حسن عبد الجواد، كان في الناس دي عملت حاجه للرياضه، عملت حاجه للبلد. زي ما دلوقتي احنا بنشتغل مع الاتحاد، دكتور رضا عطا دايما بيتكلم معانا، يا جماعه احنا عايزين نعمل حاجه لبلدنا، مش بنفكر في نفسنا الاول، نفكر في بلدنا وبعد كده نفسنا. فعشان كده الحمد لله ربنا موفق. ومستقبلك ومادياتك وبعد 10 سنين بتفكر ازاي؟ حضرتك دلوقتي طبعا، هو يعني بصراحه انا بفكر دلوقتي في الوقت الحالي، بفكر في السنه الجايه، ما بحبش افكر قدام، انا بفكر السنه الجايه عشان خاطر ما الخبطش نفسي. انا عايز ابقى ذهني فاضي لان انا اعمل حاجه كويسه في الاولمبياد، فكل التفكير في السنه الجايه. ان انا دلوقتي بنجتهد في الخطه بتاعتنا، بنحط خطه كويسه عشان خاطر ان شاء الله السنه الجايه نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. شايف ان انت كابتن محمد نجيب يقدر يكمل معاك الاولمبيات اللي جايه؟ طبعا طبعا كابتن محمد نجيب هو يعتبر يعني في التمرين بتاعه بنسبه اكتر من 90 95% ولا حط البرنامج بتاعه كله. انا بروح للمدرب الفنلندي مجرد ان هو بس يظبط لي التكنيك، انما برنامج اللياقه البدنيه الحديد كل حاجه هو مع كابتن محمد. انا بروح شهرين في السنه او 3 شهور في السنه بس للمدرب ده، وبقيت السنه كلها موجود مع كابتن محمد. شايف ايه اللي انت محتاجه من وزاره الرياضه او من النادي الاهلي الفتره الجايه عشان الناس تبقى في ظهرك، عشان تقول انا مش محتاج حاجه؟ بصراحه وانا يعني انا مش محتاج حاجه، انا فعلا زي ما قلت لحضرتك في الاول، الوزاره الاتحاد النادي الاهلي عاملين زي تيم واحد، كلهم بيشتغلوا انت كلهم محترف في هدف. النادي الاهلي يا انا في النادي الاهلي محترف، يعني بتاخد مرتب وليه باخد حق؟ مرتب. بس احنا اللعبه عندنا هواه مش محترفين، احنا الاتحاد بتاعنا هواه، ما عندناش اللي هو الاحتراف اللي هو تقدر تروح بره هو وكده. انت بتدرس جنب ال انا خلصت خلص خريج ايه بقى؟ تربيه رياضيه تربيه رياضيه. بس. فهو لكن انت بصراحه متعاقد مع عقد انا مع النادي متعاقد الاهلي. متعاقد مع النادي الاهلي، الاتحاد عندنا برضو مش مخليني محتاج حاجه خالص جنب النادي، فالاتنين مخلينا ما نفكرش في حاجه غير ان احنا نعمل حاجة كويسة. انا بفكر استلف منك مبلغ حضرتك تأمرني. كتر ما انت مش محتاج حاجه. لا يعني ما شاء الله عندك قناعه، شيء محترم. يعني الحمد لله. احنا طول عمرنا الحقيقه اللي كنا بنتكلم فيه يعني مساواه، ان احنا دايما نساوي ابطالنا في الالعاب الفرديه، نقربهم شويه من الكوره، الناس اللي بتكسب. شفنا كده على فكره مع كرم جابر، شفنا كده مع الابطال اللي كسبوا اولمبياد، اخذوا مبالغ كويسه تقدر بعد كده تعيشهم برضو حياه طيبه. يعني تمام. بس برضه هقول لحضرتك على حاجة. هو دلوقتي احنا دلوقتي كان زمان كنا احنا بنتكلم في النقطه دي قبل دكتور وليد عطا ما يجي، عشان خاطر احنا كان في ما كانش في حد بيسمعنا، ما كانش في حد بيقعد معانا، ما كانش في حد بيشوف بيقول لنا انت محتاجين ايه. هو انت كان كل حاجه مفروض عليك انت، ده ما بتفكرش، ما بتختارش. يعني دكتور وليد عطا دلوقتي النهارده لا، بيخيرك، بيساعدك، بيقف معاك، فدي حاجه بخليك انت من نفسك انا مش محتاج حاجه اكتر من كده. فعشان كده لو حضرتك خدت بالك عندنا في الاتحاد عندنا طفرة شديدة جدا، عندنا من أول الناشئين للدرجة الأولى ما شاء الله. يعني إن شاء الله يعني أنا يعني بيتهيألي إن شاء الله السنة الجاية في الأولمبياد هنكون رايحين ببعثة كبيرة جدا إن شاء الله، وكلهم هيبقوا في النهائي بإذن الله. ما شاء الله، يا رب دايما.